بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم إخواني الكرام. كما تشاهدون في العنوان، هل يمكن لهذه العملة أن تصل إلى 100 دولار أو أكثر؟ إخواني الكرام، هذه العملة يعني سوف، على ما أظن، أنه سوف يكون لها شأن كبير في المستقبل. أظن إخواني الكرام أن عملة هذه العملة التي سوف أتحدث عنها قد تفوق يعني 200 دولار يعني في نهاية 2018 إن شاء الله، والله أعلم. وسوف أخبركم لماذا إخواني الكرام أن هذه العملة سوف ترتفع ارتفاعا كبيرا. سبحان الله إخواني الكرام، البارحة يعني كنت أنوي أن أقوم بفيديو لهذه العملة، عملة الزائر كوان. البارحة كنت أنوي أن يعني أن أقوم يعني بشرح للعملة، ولكن يعني لم عجزت يعني وتباطأت. اليوم يعني هذه العملة يعني لأول مرة يعني منذ يعني شهور تصل إلى أزيد من 5 دولار. توتال سيبلي إخواني الكرام هو يعني تقريبا 5 ملايين، أي أن توتال سيبلي يعني جد قليل، يعني ما يرشح ارتفاع العملة يعني في أي لحظة يعني إلى 100 دولارات. يعني هذا التوتال سيب لإخواني الكرام، أهم شيء أنه يعني أي ارتفاع في الماركت كاب سوف يرفع العملة لأقصى درجاتها إخواني إلى 100 دولارات. الآن إخواني، ما هو مشروع عملة الزائر كوين؟ هذا يعني المشروع هو عبارة عن يعني مصنع لاستخراج او صناعة مادة الزيركونيوم، يعني فهو مصنع يعني حقيقي من طوب وحجر، سوف يقومون بصناعة او استخراج او لا اعلم مادة الزيركونيوم، وهم الان يقومون يعني ببناء المصنع. وعندما يبدأ المصنع اخواني الكرام بانتاج هذه المادة وهي الزيركونيوم، سوف يعني ترتفع أسهم الشركة، وسوف ترتفع معها يعني قيمة العملة، هذه العملة. فكما تشاهدون هذه الصور للمصنع، فهذا مشروع مهم ومشروع كبير. وهذا يعني كما تشاهدون إخواني، هذا المصنع يعني قد يعني يرفع العملة يعني ارتفاع كبير جدا، خصوصا وان التوتال سيبلي ضعيف وقليل. فاخواني الكرام يعني هذه العملة يعني في اي لحظة يمكنها ان ترتفع الى يعني الى عدد كبير من الدولارات، يعني في ايام معدودة. سوف يبدأ إخواني الكرام يعني المصنع في استخراج المادة يعني بداية من مارس إلى ديسمبر. يعني سوف نلاحظ ابتداء من شهر 3 إن شاء الله إلى غاية نهاية 2018 سوف يبدأ ارتفاع هذه العملة. وعندما يبدأ المصنع بإنتاج هذه المادة، فيعني سوف تنفجر هذه العملة، وسوف يرتفع ثمنها يعني إلى أزيد من 100 دولارات، ربما 300 دولار أو 400 دولار أو أكثر، إن كانت كما قلنا إن كانت العملة صادقة، ولكن لا أظن أنها ليست صادقة، خصوصا وأن يعني الموقع يقوم بنشر صور وفيديوهات لأشغال بناء المصنع. فكما تشاهدون هنا أشغال البناء،
للمصنع، وهنا المكان الذي سوف يقومون ببناء المصنع فيه. يعني عملة يعني تستحق الاستثمار، قد نجني منها الكثير إن صبرنا عليها، خصوصا إن صبرنا عليها إلى 2019 إن شاء الله، ربما قد نجني منها يعني الكثير من الأرباح هذه العملة. إخواني الكرام، الموقع الرسمي هو هذا، سوف أترك لكم رابطه أسفل الفيديو، ويمكنكم يعني الاطلاع على جديد هذه العملة من خلال يعني الفيسبوك أو تويتر أو أحد وسائل التواصل الاجتماعي. سوف أقوم إخواني الكرام بشراء العملة من موقع من محفظة الويف. هذه هي المحفظة إخواني، لقد قاموا يعني بتعديلها بعض الشيء، وهي عبارة عن بيضة. سوف نقوم بالدخول إلى يعني موقع البيع والشراء هنا، ثم نقوم باختيار يعني ويف. أنا عندي هنا الويف والعملة الزئير كوان كما تشاهدون، ثم أضغط على باي أي شراء الزئير كوان، ثم هنا أختار العدد يعني سوف أقوم به، اختيار مثلا 20، ثم أضغط على باي أوردر. سوف نذهب إلى المحفظة ونرى هل أضيفت لنا العملة أم لا، هل تمت الصفقة؟ نعم، لقد تمت الصفقة بنجاح، واشتريناها ب1.84 دولار. فإخواني الكرام، يمكنكم أن تزوروا موقع العملة وأن تطلعوا عليه إن أردتم أن تستثمروا في العملة، وسوف أترك لكم يعني روابط شراء العملة، يمكنكم شراؤها من هذا من محفظة الويف أو من موقع تيديكس أو هيت بي تي سي. سوف أترك لكم الروابط إخواني الكرام، وإن أردتم شراءها فقوموا بشرائها إن اقتنعتم بالمشروع إخواني الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله.